السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا جهاز آيفون إكس آر. طلبتوا مني شرح أداة آي سي تولز، واليوم راح أشرح الفيديو بكل تفاصيله. يا ريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. أداة آي سي مختصة بفتح الآيفون من من 6 لغاية آيفون 15. طبعا الأداة من XR فما فوق تفتح بدون شبكة، بدون سيم، بدون خط. حكيتها بالثلاث لغات لأنه راح يجيني سؤال من بين هدول الثلاث. بدون خط يعني بدون شريحة، تمام؟ لو رحنا على سيرفر fwunlock.net ورحنا على برودكت وايمي سيرفيس ونزلنا لتحت. طبعا يا جماعه يعني الكل ببعث لي وهنا في اعلانات مش شايف شيء. انزل لتحت يا اخوي، هاي الخدمات موجوده. معلش يعني الاعلانات يعني عشان يستفيد الموقع عشان يقدروا يعطوكوا خصم، يعطوكوا خصومات على الادوات، يقدروا يعطوكوا سعر كويس. على كل حال تنزل هنا بتروح على XR without signal، هي مكتوب عليه يعني مكتوب بالوصف. بتروح هون وبتروح على خيار الميجا الرابط، بفتح لك بالشكل هذا. هون في ملفين، في ملفين. يعني كثير ناس ببعث لهم الرابط بيجي بيقول لي انو ملف انزل، هو ما بزبطش تنزل غير اثنين مع بعض، اكبس تنزيل خلص سلامتك. هيك بنزل الملف كلياته عندك على الجهاز، استنى ليحمل وبيحمل على الجهاز. انا منزل الاداء، بنزل عندك الملف بالشكل هذا، هاي داونلود. بنزل عندك ملف مضغوط بالشكل هذا، تكبس كبسه يمين وبتعمل اكستراكت، بفك الضغط، بفك الضغط بفتح معك بالشكل هذا. تضغط عليه دبل كليك، هون اي سي، وهون تكبس على اي سي تولز، تفتح الاداه. وهي اول خطوه بدك تعملها بالاداه. هسا الخطوه الثانيه اللي هي المشكله الثانيه اللي بتصير مع الناس، انه بيجي بفتح الاداه هون ما بيطلع له ولا اي شيء، شاشه فاضيه وما بتعرف جهازه عليه. هون بحالتي انا الجهاز تعرف، قبل شوي لما نزلت الاداه لاول مره ما تعرف. كيف حليت المشكله؟ فتحت أداة 3U Tools اللي هي لازم تكون نازلة على الجهاز عندك، 3U Tools وآيتونز. ليش هدول لازم يكونوا نازلين؟ لازم يكونوا نازلين عشان هدول اللي بيعطوا التعريفات الدرايفر تبع التليفون. فأنت لما تنزل الآيتون و3U Tools أنت متعرف الدرايفر عندك، فطبيعي الأداة مباشرة راح تأخذ لأنه التعريفات صحيح. في حال كان عندك على الأداة 3U Tools ظاهر الجهاز ومعلوماته كاملة ولكن على الأداة مش ظاهرة، بتروح على خيار تول بوكس آيتون يوتيليتي ريبير درايفر، وبتكبس على ريبير وبتنتظر لغاية ما يعطيك تم سكسسفولي. زي ما هو معطي عندي كله علامات خضراء. مجرد ما عمل معك هيك وانت فاتح الأداة تلقائي الأداة راح تلاقي الجهاز شبك عليها. هنا بالنسبة لموضوع انه الجهاز يشبك على الأداة، خلصنا هذا الموضوع. هذا الجهاز اصداره 17.6 وهنا كاتب لك مسج بالاحمر: The device supported without signal. Please register as am. هنا بحكي لك انه جهازك مدعوم، يرجى بدون شبكه، بدون شبكه، هي باكد عليها، مش بشبكه، بدون شبكه. سجل السيريال، شو بعمل؟ باجي بضغط على السيريال نمبر ضغطة واحدة هون على السيريال، هون نسخ السيريال. بروح على الموقع، بروح على بليس اوردر، بليس ايمي اوردر، وبنزل لتحت وبضغط على الخيار هذا وبنزل لغاية جهاز أداة اي سي. بختار هاي without signal، اكس ار without signal، وباجي بعمل لصق هون وبعمل اوردر
وهيك أوردري تم زي ما أنتوا شايفين. يعني الجهاز أنا من هون ما بعمل فيه ولا أي شيء، بس شابكه بس عشان أنسخ السيريال نمبر. هاي الخطوات ضروري يا جماعة أن الواحد يكون فاهمها. الجهاز بتشبكه على الأداة. ليش بتشبكه على الأداة؟ عشان تعرف جهازك مدعوم أو لا. لازم تعرف جهازك مدعوم أو لا. مش بروح بدي أفعل السيريال وأنا جهازي مش مدعوم. فرضا أنه أنت دفعت السيريال وأجيت جهازك طلع مش مدعوم، شو استفدت أنت؟ أنت خسرت، ما استفدت. فلازم تشبك، تفتح الأداة تشبكها، بيعطيك هون مدعوم مباشرة سواء آيباد أو آيفون، يعني أي جهاز من آيفون 6 فما فوق، من آيباد 1 فما فوق. والأسعار كلياتها هي موجودة بالموقع. تتأكد إنه الجهاز مدعوم، بعدها تطلب تفعيل السيريال. ننتظر هنا، أعطاني بليز ويت، رد بنعمل ريفرش، أعطاني إن بروجريس، ما بتأخر. هو تفعيله بالعادة يعني 5 دقائق لعشر دقائق ربع ساعة بتفعل السيريال. هلا الخطوة الثانية اللي هي بعد ما يتفعل السيريال، يعني الآن أنا طلبت الأوردر بتاريخ اليوم اللي هو 25/9 والساعة 8 ونص، الساعة 8:33 طلبت الأوردر 25/9. هلا بعد ما يتفعل ويعطيني هون تم سكسسفولي، يحتاج 24 ساعة لتجهيز الملف. نفس نظام اي ريموفال برو، أداة اي ريموفال برو الآن متوقفة من من ايفون اكس ار لايفون 15، داعمة 6-7 انواع ايباد فقط لا غير. لما تنزل، راح تنزل في الموقع، راح تلاقوا اسعارها نزلت في الموقع. حاليا ما في ولا أداة بتدعم بشبكة من اكس ار لايفون 15. طبعا راح انتظر ليتم الطلب، وبعد ما يتم الطلب راح انتظر 24 ساعة عشان اقدر افعل التليفون. راح نتابع الفيديو بعد ما تتم عملية تفعيل التليفون، وراح نبين التاريخ والساعة اللي راح نفعل فيها الجهاز. طبعا الساعة برضو، لانه في ناس كثير بتسأل اسئلتهم غريبة، يعني بقول لك هي صار 24 ساعة لسه ما تفعل جهازي. احنا اسفين يعني، بس انا بشرح لك الواقع اللي بيصير معي، وانت ممكن يعني يضل معك 25 ساعة، ممكن يصير 30 ساعة، بس هم كاتبين 24 ساعة، يعني بس عشان تكون عارف يعني انه الوقت 24 ساعة. ممكن يفتح معك 16 ساعة، ممكن يفتح معك 30 ساعة. هاي مش مشكلة الموقع، هاي مشكلة الأداة. لما الأداة يجهز الملف تبعك بيبطل يعطيك هون بالأحمر، راح تشوفوها هسه كمان شوي، بيبطل يعطيك بالأحمر. هاي الزر هون بتفعل، لما هذا الزر يتفعل بتكبس أكتب بفتح التلفون، 10 ثواني 20 ثانية بفتح التلفون. وراح نتابعها الآن بعد ما يتفعل الجهاز. والآن بعد ما تمت العملية وجهز الملف، هيك صار تاني يوم. خلينا نشوف الساعة والتاريخ، يا رب يفتحوا. 26 اللي هو تاني يوم، ساعة يعني 6:30. طبعا انا شيكت عليه تقريبا قبل ساعة، ساعة ونص كان ماخذ الملف، بس ما كنت قادر اني اكمل الفيديو. على كل حال يعني تاني يوم نيجي من مباشرة جهاز طبعا مشبوك بالكمبيوتر. الآن بشغل الأداة، طبعا الطلب تم من الموقع بعد حوالي ربع ساعة لنص ساعة هيك تقريبا، أعطى تم successfully register زي ما انتم شايفين هون، اللي هو هذا الطلب اللي عملناه امبارح المساء العصر تقريبا 3:43. ننتظر الأداة لتفتح تشبك على الجهاز. طبعا انا حاط كفر هون عشان السلك تبع الشاحن شوي في مشكلة،
بس عشان تصير العمليه. هلا بيعمل تشيكينج، اذا اعطاك هون بالاحمر ان بروجريس معناته لسه الجهاز مش جاهز، بدك تنتظر عليه ليجهز. اذا اعطاك زي هيك بالاخضر يو كان اكتيفيت يور ديفايس، هيك جهازك صار جاهز لعمليه التخطي. بضل علينا والجهاز بوضع التشغيل وانا شابكه، بضل علي بس اكبس اكتيف ديفايس. هاي العمليه نفس عمليه اي ريموفال برو سابقا، ولكن هاي الاداه بدون شبكه، واداه اي ريموفال حاليا متوقفه، فما في غير هاي الاداه حاليا اللي شغاله تمام ما عليها مشاكل. كبسنا اكتيف ديفايس والان ننتظر العمليه تتم بشكل كامل. ما بتعمل ولا اي شيء، بس بتكبس اكتيف وخلص. يعني بالبدايه بتشبك الجهاز تتاكد انه مدعوم، بتفعل السيريال، وبعد ما يتفعل السيريال ثاني يوم بس يجهز الملف، تيجي على الاداء وبتكبس اكتف. طبعا مش شرط تخلي الجهاز مشبوك على الكمبيوتر، يعني بس تشبكه وتاكد انه مدعوم تفصل الجهاز وتخليه على جنب. هيو الان بيقوم بالعمليه بروسيسنج اكتيفيشن. طلبتوا مني هذا الفيديو فحبيت اعملكم اياه. اعطاني هنا successfully activated، واعطاني برضو انه your device was successfully activated it's rebooting now، انه هسه الان بيعمل عملية restart، وانه عملية المسح من داخل الجهاز عمل عليها بلوك والتحديث، يعني ما بتقدر تعمل لا تحديث ولا بلوك ولا ضبط مصنع من داخل الجهاز. وزي ما شفتوا الجهاز فتح بشكل كامل، الجهاز فتح زي ما انتم شايفين. اقبلكم الصورة الجهاز، الجهاز فتح بشكل كامل. تقدر تحط اي كلاود، طبعا بتحط اي كلاود تكون عامله مسبقا على جهاز ثاني، او اذا عندك ايميل جاهز. ما تحاول تعمل ايميل من نفس الجهاز، ما راح يقبل، الا تعمله على على جهاز ثاني بعدين تشبكه هون، او اذا عندك ايميل تسجل دخول فيه مباشره. اي جهاز فتح والامور تمام. هذا كان الفيديو اليوم، هذا الفيديو طلبتوه مني. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.